الكرة إلى همام، الكنترول لم يكن بالشكل الجيد من همام، محاولة كولومبية العرضية، الكرة خطرة خطرة خطرة، وهدف أول، هدف أول، كرة بدأت بخطأ بتمرير خاطئ ثم وصلت إلى اللاعب البديل، هذه أول لمسة لماتيوس كاسيرا، ماتيوس كاسيرا وضع الكرة في مرمى جلال حسن، وهدف أول للمنتخب الكولومبي، هدف أول للمنتخب الكولومبي. لنذكر أنه بغض النظر عن النتيجة، شوط ثاني بالتحديد كان يعني جيد للاعبين، قدموا من خلاله أداء جميل، وذكرت هذا الكلام قبل قليل، وذكرت أنه بغض النظر عن الدقائق القادمة يعني سجل هدف لكولومبيا، لكن أداءنا يعني كان جيد في الشوط الثاني، تحسننا على المستوى الهجومي، وهنا الخطأ كنترول كان خاطئ من همام، الكرة